المطالبة بأن يسدد. كرة في الجهة اليمين، لمسة، البحث عن العرضية، هي كذلك، سيسجل في مرماك، سيسجل في مرماك. هكذا هي قيمة الفرص الكبيرة، إن أتيحت لك الفرصة فسجل، لأنه سيسجل في مرماك. الترجي يضيف هدف المباراة الثاني، هذه المرة عن طريق لوكوزا الذي يسجل الهدف الثاني للترجي في كرة سهلة للغاية، في كرة كان من خلالها وحيدا. أتساءل أين كانت التغطية الدفاعية من خلال هذه اللقطة، وبالتالي لا شك بأن حينما نتحدث عن لاعب ومهاجم هداف لوكوزا، فمسألة أنه يضيع فرصة في هذا المكان وبهذه السهولة فهذا أمر